ويرزق من رغب إليه ورجاه، ومن عاذ به عصمه وحماه، ومن استغفره وتاب إليه توبة نصوحا تاب عليه واصطفاه واجتباه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من رحاب هذا البيت العامر، مسجد السلام بالمعادي. نحييكم من رحاب هذا البيت العامر، مسجد الفتح بالمعادي، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ضمن الأسبوع الثقافي الدعوي، والذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان العفة. معنا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك من علمائنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد السابق لكلية أصول الدين والأستاذ بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن رضا علي إمام المسجد. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف دكتور ياسر معروف خليل مدير إدارة أوقاف المعادي، دكتور عبد الله عبد الفتاح المفتش بالإدارة، ودكتور محمد السيد بدر المفتش، والدكتور والشيخ علي مجدي حنفي المفتش بالإدارة. الحضور الكرام، ديننا هو دين الأخلاق، والإسلام قد جاء ليطهر الأخلاق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أثنى الله عز وجل عليه فقال في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وخلق اليوم هو خلق العفة، ثمرة من ثمرات الإيمان، خلق يزكو النفس، يزكي النفس ويطهرها ويجعلها تترفع عن الدنايا وما يسيء إليها. حثنا قرآننا الكريم على هذا الخلق الكريم في أكثر من موضع في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقال سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي معرض كرامة الإنسان وصونه لنفسه عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه، وأن يتحلى المسلم بالعفة، قال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. إن خلق العفة هو سبيل وطريق من الطرق الموصلة إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لهم
لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن كان يريد العزة
الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يعقد في هذا البيت العامر مسجد الفتح بالمعادي ضمن الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف، يحمل هذا اللقاء عنوان العفة، المتعفف عن الحرام وعما في أيدي الناس يغنيه الله تبارك وتعالى، فيبارك له فيما بين يديه ويصون وجهه عن الحاجة إلى الناس، وييسر الله سبحانه وتعالى له الرزق من حيث لا يحتسب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. والآن مع الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين والأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بهذا الجمع الكريم من العباد عمار بيوت الله، وأخص بالترحيب الزملاء الفضلاء، السادة العلماء الدعاة إلى الله عز وجل، والمنصة الكريمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن دكتور محمد جمعة، وأرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الإيماني الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حفظه الله. هذه اللقاءات الإيمانية في الحقيقة تعد بمثابة مولد للطاقة، فالروح تحتاج إلى غذاء، كما أن الجسد يحتاج إلى غذاء مادي، فإن الروح تحتاج إلى غذاء، وغذاء الروح هو سماع العلم، سماع القرآن، كثرة الذكر، الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا اللقاء الذي شرفني الله أن أنتظم في سلككم أيها السادة الفضلاء الجمع الكريم، يحمل عنوانا: ما أحوج الأمة إليه في هذا العصر. في هذا العصر الذي كادت القيم والأخلاق أن تنفك حبات عقودها، وأن تنهار دعائم بنيانها، وأمة بلا أخلاق لا تساوي في ميزان البشرية مجموعة أصفار. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتت بالأخلاق، والله رب العالمين امتدحه بكونه على خلق عظيم، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. الأمة الآن شبابها، أولادها وبناتها، كبارها وصغارها، يحتاجون إلى تذكير بفضيلة العفة، وهي خلق
لو تحلى به المسلم لسلمت له دنياه كما تسلم له آخرته. العفة تعني الطهارة، تعني النقاء، تعني العزة، تعني الكرامة، تعني رفع الرأس عاليا، تعني الأدب الجم، تعني الأخلاق الحسنة، تعني رفرفة راية الطهر على كل بيت وكل أسرة، فهي اسم جامع لكل ما يحقق للإنسان في هذه الدنيا معنى الكرامة، معنى السيادة. بيت عفيف أي طاهر، شخص عفيف أي طاهر، أمة عفيفة أي طاهرة. فالعفة إن خلا منها بيت أو تنصلت منها أسرة، مهما كانت الدوافع، وإن خلا منها مجتمع حل بدلها الفحش والجريمة والخصال الذميمة التي لا يمكن لمسلم يؤمن بأن له مرجعا إلى ربه يرضاه لنفسه أو لمن يعول أو يرضاه للمجتمع الذي يعيش فيه. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، والزنا فحش وفاحشة، فهو ضد العفة والطهر. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه حينما رأى نفورا في وجوه من حوله ومن معه، ثم دنا منه فقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. وأخذ النبي يقرره: أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وكلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أجاب الشاب بقوله: لا. فالنبي حرك عنده نوازع العفة، حرك عنده نوازع النخوة، حرك عنده نوازع الكرامة والشرف، فأجاب الشاب بما هو كامن في نفسه. العرض يموت المرء منا من أجل المحافظة على عرضه، وإن قتل دونه فهو شهيد. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع يده على صدره: اللهم اغفر ذنبه. اللهم اغفر ذنبه ونق قلبه وحصن فرجه.
فخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه غير الوجه الذي أتى به. هذا نموذج يجب على كل مسلم من أب وأم أن يذكر به من يعولهم من الشباب من البنين والبنات في البيت، يذكرهم بعقاب الله على هذه الجريمة، على هذه الفاحشة التي تتنافى مع العفة، ويبين لهم أنهم لو فلتوا من عقاب دنيوي لم يطبق الحد فيه أو لم يفتضح أمرهم في الدنيا، فإنهم سيعودون يوم القيامة، يوم يبهت فيه الحائر وتكشف فيه السرائر، فيفضحون على رؤوس الأشهاد، يذكرونهم بالخوف من الله والعقاب، يذكرونهم بأنهم كما تدين تدان، ولا يمكن لمثل هذه الأمور أن تعدي هكذا. فإن سترك الله مرة ومرة ومرة واستمرأت كرمه وستره وعفوه فلتعلم ما دمت مصرا على ذلك أن الله سيفضحك. فاحذر أيها المسلم أن تبتعد عن العفة، إلزمها وكن عنصرا فعالا في نشرها، ونشرها لا يحتاج إلى كثرة مواعظ أو خطب، إنما يحتاج إلى سلوك قويم وأخلاق طيبة ومراقبة حقيقية لربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: محذرا من هؤلاء الذين يفرقون في المراقبة بين الجلوات والخلوات، حالة الحضور تراه وليا ربانيا تقيا نقيا، فإذا خلا انتهك كل شيء، تخطى سائر الحدود، فكان معتديا على حدود الله. فيقول: إن قوما يأتون يوم القيامة بأعمال من صلاة وصيام وحج وصدقة كأمثال جبال تهامة. والذي ذهب إلى بلاد الحجاز يعرف ما هي جبال تهامة: عالية شاهقة الارتفاع والوديان تحتها سحيقة غائرة، يأتون بأمثال جبال تهامة. لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كل ما فعلوه من طاعات ذهب هباء، وخسروا كل شيء. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المسلم لا بد وأن يحافظ على العفة،
ولا بد وأن يضع معالم للتربية الصحيحة لأولاده، لأن كل واحد منا لو سلك المنهج السوي في تربية الناشئة لكان أفراد المجتمع متمسكين بالعفة والطهر. وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. اوعى تقول ده الواد واخته نايمين في غرفة، لا لا لا، اقول لا امتثالا لما امر به سيدنا رسول الله. ان ضاق بك المكان، فربما يسأل سائل فيقول: وكيف آتي لكل شاب بغرفة ولكل شابة بغرفة؟ أقول: إن ضاق بك سكنه، وأسأل الله لكم جميعا أن يوسع عليكم سكناكم، وأن يحفظ علينا وعليكم أولادكم، إن ضاق عليك سكنك فعليك أنت كرجل أن تلزم الأولاد الذكور فيبيتون معك وتكون خلوتهم مع أبيهم، وعلى الأم أن تكون العين الساهرة على بناتها فينامون معها. لماذا؟ لأن الإسلام يريد للبيوت أن تكون عفيفة طاهرة سليمة من الأدواء التي لا سمح الله لو نخر سوسها في بنيان المجتمع لانتهى المجتمع. وأعداؤنا يتربصون بأمة الإسلام الدوائر. تارة نسمع في غير بلادنا من يريد أن يفرض علينا تشريعات تبيح الزواج المثلي أو غير ذلك من هذه البلايا وتلك الطامات، فنقول لهم: ما أغلق الإسلام بابا إلا وضع البديل له. فحينما قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أحل لنا النكاح، الزواج، فالزواج طهر وعفة وكرامة، ومن خلاله يأتي التناسل وتأتي الذرية الطيبة المباركة. فلا يمكن لمجتمع مسلم أن يسمح لمثل هذه الدعاوى الخبيثة أن تمرر مشاريعها الإجرامية التي تهدف من خلالها هدم اللبنة الأساسية في بنيان المجتمع وهي الأسرة. العدو جعل لكل ولد من أولادنا غرفة مغلقة. أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها المربون، أيها المصلحون، أيها المشرعون، أيها المسؤولون، تنبهوا، فالأمر جد خطير. إن أعداءكم يريدون القضاء على عمد المجتمع وقوته المتمثلة في الشباب، فمتى نترك شبابنا في غرف مغلقة عن طريق مواقع التدابر والتقاطع، عن طريق الفيس وتويتر وغير ذلك، نتركهم من غير رقابة ومن غير تعليم ومن غير إرشاد، فيعيش الشباب مع المواقع الإباحية
الروحية التي تتنافى مع العفة. تلك المواقع كفيلة بأن تقضي على شبابنا، كفيلة بأن تهدم مجتمعاتنا. فإذا ما نجح العدو في ذلك أصبح المجتمع المسلم لقمة مستساغة يستطيع أن يأكلها في أي وقت من الأوقات. أيها السادة الفضلاء، في الفم ماء كثير والحزن يسيطر على القلوب، ولا بد من صحوة، ولا بد من يقظة، ولا بد من عناية. تلك العناية لا تتحقق إلا بخلق العفة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا يا ربنا؟ ذلك أزكى له. وكيف تتحقق التزكية إلا بالعفة؟ فالتزكية هي الطهر، هي العفة. ومن هنا حينما شرع الإسلام الزواج قال لنا تنكح المرأة، أي تزوج، لأربع: لجمالها وحسبها ومالها وإيه ودينها. فاظفر بذات الدين. ترتيب الحديث مقصود من سيد الخلق سيدنا محمد. لو أن الجمال قد زاد ولم تكن المدخول بها جميلة، ألم يبقى لها الحسب والنسب والمال والدين؟ بلى. طب لو أن المال مع الجمال قد زاد، يبقى حسبها مع دينها؟ لو أن النسب والجمال والمال قد زالوا، يبقى لها دينها، ودينها هو المقصود. لكن لو قلبنا الترتيب وقلنا الدين قد زال، الأخلاق قد انتهت، العفة قد انتهت، ولا نبالي، بقي ماذا؟ بقي المال والحسب والنسب والجمال. الدين العدد الصحيح، وما عداه أصفار. فلو ذهب الدين لم يبق إلا مجموعة الأصفار. ومن هنا يأتي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من تزوجها لجمالها فقط من غير مراعاة الدين ما زاده الله إلا دناءة. لأنه ما دام ما عندهاش دين هتكون مغرية للرجال، فتتطلع إليها أعناق الرجال ولا ترضى بهذا الزوج، لا يكفيها. ومن تزوجها لمالها، غرض المال، ما زاده الله إلا ذلة وفقرة. ومن تزوجها لنسبها، ما زاده الله إلا احتقارا. فتتعالى عليه، يقول أنا أأصل منك، ولكن تزوجوهن على الدين. الدين عاصم، والدين هنا هو العفة، هو الطهر، هو الأخلاق، هو القيم، هو الآداب التي يجب أن تراعى في بيوتنا. لأنه متى سلمت البيوت ورفرفت عليها راية العفة سلم المجتمع كله، وأمن الناس على أعراضهم واتخذوا لأولادهم بطونا صالحة تأتي بجيل صالح يحمل راية المجتمع ويقود المجتمع وسفينته إلى بر الأمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفاف والغنى، وأن يحفظ بيوتنا ويحفظ نساءنا ويحفظ أولادنا ويحفظ شبابنا ويحفظ مجتمعنا، وأن يجعله مجتمعا آمنا
سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أشكر لكم حسن استماعكم وسعة صدوركم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين والأستاذ بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يعقد بمسجد الفتح بالمعادي ضمن لقاءات الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف. العفة، وهذا هو موضوع هذا اللقاء، ركن من أركان المروءة، ينال بها المرء الحمد والشرف. بالعفة تكف الجوارح والحواس عما حرم الله تبارك وتعالى، ويصان العرض، فيعيش العفيف كريم الخلق مطمئن البال. بالعفة يصبح المجتمع كله في أمن وأمان، وتسلم الصدور. ديننا هو دين العفة والطهارة، وأبرز مثال على العفة هو سيدنا يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تعفف يوسف عليه السلام عن الحرام، وكل الأسباب، لو أن إنسانا غير يوسف لوقع في هذا الحرام، فإن المرأة هي التي طلبته، وهي امرأة ذات منصب في بلدها وفي مكانها، فيأمن على نفسه من الوشاية ومن العقاب. لكن يوسف الذي حصنه ربنا تبارك وتعالى بالعفة قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بينهم ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والآن مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من الشيخ عبد الرحمن رضا علي إمام المسجد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا وقائدنا إلى الجنة محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين، صلاة ترفع بها الدرجات وتغفر بها الزلات وترضيك عنا يا أكرم الأكرمين. أما بعد،
ففي بداية الأمر أرحب باسمي اسمكم بفضيلة الأستاذ الدكتور، ونشكره على هذه الكلمة المباركة. وفي حقيقة الأمر فإن الحديث بعد أستاذي ما هو إلا تحصيل حاصل، فقد أطال الكلام وأتى على الموضوع بحديث مفصل وأصاب الواقع أيما إصابة، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الخير على أيدينا جميعا. إن الناظر في القرآن الكريم لا يجد أن القرآن تحدث عن هذا الخلق العظيم الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو خلق العفة، فنجده قد ورد صريحا في أربعة مواضع. الموضع الأول في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم من يراهم أنهم من الأغنياء. لماذا؟ لأنهم متعففين. لماذا؟ لأنهم متعففون. نعم، تعففوا عن سؤال الناس. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نسأل الناس شيئا، كما قال لسيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأخذ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به مطبقا في أرض الواقع، فلم يسأل الناس شيئا حتى لو كان يسيرا. لذلك رحم الله من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله جل جلاله مع عظمته وقدرته يغضب من ابن آدم إذا لم يسأل. لذلك نأخذ من هذه الآية ونتعلم نوعا من أنواع العفة، وهو العفة عن سؤال الناس. لا تسأل الناس شيئا مهما كنت في حاجة. نعم، مهما كنت في حاجة عليك أن تتوجه بالسؤال إلى الله، فهو القادر وهو الذي يعطي بغير حساب. وإذا سرنا في القرآن الكريم ووصلنا إلى سورة النساء في أولها، سنجد قول الله تبارك وتعالى متحدثا عن نوع من أنواع العفة، فقال جل في علاه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. اسمع: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان الإنسان غنيا أغناه الله، فعليه أن يمتنع عن الأخذ من مال اليتيم. إذا كان وليا عليه أو إذا كان وصيا على أمواله أغناه الله وفتح له ووسع عليه، فعليه أن يمنع نفسه من مال اليتيم عفة عن هذا المال. أما إذا كان فقيرا فعليه أن يأخذ منه بمعروف وألا يزيد وألا يتجاوز الحد الذي حدده الله تبارك وتعالى. نوع عظيم من العفة، عفة في المال، عفة عن أكل الحرام، وكيف لا وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم يسير مع صحابي من صحابته فيجد تمرة فيهم أن يأكلها فيتركها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن تكون من تمر الصدقة.
ويرى سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد وضع تمرة في فيه، فيخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ويعلمه أن آل محمد لا يأكلون الصدقة، مع أنه لا يتيقن، ومع ذلك تمنعه العفة أن يتناول شيئا ولو فيه شبهة بسيطة. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من الأنصار فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء لحاجة بهم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، اسمع، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، من يستغني يغنه الله، من يستغني بالله عن الناس يغنه الله، ومن يستعفف حتما سيعفه الله، من يستعفف سيعفه الله جل في علاه. تعالوا بنا سريعا إلى الموضع الثالث من المواضع التي تحدث القرآن فيها عن العفة، وهو في سورة النور. وما أدراك ما سورة النور؟ سورة الآداب. نعم، سورة قد اشتملت على الكثير من الآداب، فيا حبذا لو علمناها لأبنائنا. يأتي أو تأتي هذه الصورة ويتحدث القرآن فيها عن العفة عن الحرام. نعم، الإنسان إذا ابتعد عن الحرام كان الله تبارك وتعالى معه، كان الله تبارك وتعالى مؤيدا له. اسمع: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ليست القدرة على عدم، أو ليس، أو الإنسان إذا لم يجد القدرة على النكاح مبررا له للحرام. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم من؟ حتى يغنيهم الله من فضله. إذا لم يجد الإنسان مالا، إذا لم يستطع أن يصل إلى العفة بالزواج، فليس ذلك مبررا له على الحرام أو فعل الحرام. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. تعالوا بنا إلى الموضع الرابع، وهو في هذه السورة أيضا، وهو قول الله تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المرأة التي لا ترغب في الزواج ولا يرغب في مثلها لكبر سنها، القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أن يضعن ظاهر الثياب فحسب، لا أن يضعن الحجاب، فليس ذلك مبررا أبدا. ومع ذلك، مع الجواز في بداية الآية، إلا أن الله تبارك وتعالى بينا فقال: وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، وأن لا يفعلن ما ورد في أول الآية خير لهن، أن يلتزمن بما سرنا عليه في طول حياتهن خير لهن. نعم، خير لهن، العفة خير، طريقها خير. كذلك ما جاء في هذه الصورة من التوجيه للإنسان إلى غض البصر، وإن سألت فقلت: كيف يحقق الإنسان العفة؟ سريعا، يحقق الإنسان العفة بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن يزرع في قلبه الخوف من الله، وأن يعبد الله كأنه يراه،
فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يراك رب العزة تبارك وتعالى. كذلك من وسائل تحقيق هذا الخلق العظيم كما تفضل به أستاذنا الكريم تربية الأبناء، أن نربي أبناءنا على الخلق، أن نربي أبناءنا على العفة، أن نربي أبناءنا. فإننا في أمس الحاجة اليوم إلى تربية الأبناء، تركنا التربية حتى أصبح عندنا ما نراه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تربية تقوى لله تبارك وتعالى، أن نملأ قلوبنا خشية لله، أن نسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نيسر الزواج، فإنه وسيلة من وسائل تحقيق العفة. يسر الزواج، لأننا إذا أغلقنا بابا من أبواب الحلال فإننا نفتح بابا آخر من أبواب الحرام. كذلك تحقق العفة بسؤال الله إياها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دائما بذلك: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يدعو ويطلب من الله العفة. العفة خلق عظيم، وقد تحدث أستاذنا الكريم عن قصة سيدنا يوسف وما مر به وما حدث معه وما قدم له من إغراءات، ومع ذلك أبى أن يعصي الله تبارك وتعالى، واختار السجن بديلا وصبر حتى رفعه الله على مصر. نعم، النتيجة للعفة أن يرفع الله تبارك وتعالى قدرك في الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. هذه ثمرة من ثمرات العفة. كذلك سريعا، من ثمرات العفة عون الله للإنسان، كما جاء عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، ثلاثة حق على الله عونهن، ومنهم من الناكح يريد العفاف. كذلك من ثمرات العفة التي يجدها الإنسان في حياته عون الله له في الشدائد، كما حدث مع أصحاب الغار، مع أصحاب الغار الذين آووا إلى المبيت في غار فانغلق عليهم، فكل منهم دعا الله تبارك وتعالى بما صنع، وكان أحدهم قد أراد ابنة عمه وكان يحبها حبا شديدا، فحدث لها حادثة واحتاجت إلى المال، فطلبت منه المال، فأراد منها أن تمكنه من نفسه في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حفظنا الله وإياكم من ذلك. فلما خلا بها ذكرته بالله وقالت له: لا تفض الخاتم إلا بحق، اتق الله، إن كنت قد غلقت الأبواب فإن الله يرانا. فقام وتركها، وترك لها المال لله، وقال: يا ربي، إنك تعلم أني صنعت ذلك ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أو جزء منها. وهكذا هي العفة تعصم الإنسان وتعصم المجتمع. لو انتشرت العفة بيننا اليوم لقل الخوف الذي نجده في قلوبنا. كثير منا يخاف على ابن بناته ويخاف على زوجاته. لماذا؟ لأن المجتمع تراجعت فيه الأخلاق إلا من رحم ربي. لذلك علينا أن نستعين بالله وأن ننشر هذا الخلق فيما بيننا. وحتى لا أطيل على حضراتكم، أسأل الله تبارك وتعالى
أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا رب أصلح أحوالنا وأصلح شبابنا وأصلح بناتنا وصب علينا الخير صبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الرحمن رضا علي إمام المسجد على هذه الكلمة. إن من أنواع العفة العفة عن الفحش وعن الحرام، لذلك من اتصفوا بهذا الوصف أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنهم في معرض وفي بداية سورة المؤمنون لما أخبر عن صفات المؤمنين الفالحين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى أن قال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفحش عن الحرام، العفة عن الحرام، والعفة أيضا مطلوبة في اللسان، بأن يعف المرء لسانه عن البذاءة والفحش من القول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك المرء مطالب بالعفة عن أن يصون نفسه أو أن يهين نفسه بذل السؤال، وأن يريق ماء وجهه للناس. لذلك فالمرء مطالب بالعفة وأن يصون ماء وجهه حتى لا يقع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحوا بلاد فارس وقدموا له بكنوز كسرى ووضعوها بين يدي سيدنا عمر رضي الله عنه بكى، وقال عمر رضي الله عنه: إن قوما أدوا هذه الأمانة غير منقوصة لأمناء. فقال علي رضي الله عنه لسيدنا عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. والآن مع الابتهال والذي نستمع إليه من الشيخ زياد عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسم على فلك الربا يتردد، اسم على فلك الربا يتردد، إن قيل من هذا يقال محمد. بنيت مآذنه على الزمان وينشد، لا يقبل الله
بدونها لا يقبل الله الصلاة بدونها إياك ربي نستعين ونعبد يا كافل الأيتام يا طب النهى يا كافل الأيتام يا طب النهى يا منقذ الدنيا مقامك مفرد لما أطل على البسيطة نوره ألفيتني ران الضلالة تخمد والناس كانوا بين لاعب ميسر والناس كانوا بين لاعب ميسر يلهو وسكير هناك يعبد عبدوا الحجارة غفلة عبدوا الحجارة غفلة فتمزقوا وأتى الأمين فوحدوا وتوحدوا والناس كانوا قبل مجيئه في حيرة والظلم طاغ والظلام ممدد فأتيت حررت العقول من العمى ومن الضلال التي لا تحمد عمر العظيم قبيل دينك فاتك ذو قسوة في البطش لا يتردد وإذا به اهتدى بمحمد يحنو على يتم الصغار وينجد لما رأى تلك العجوز وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقد حمل الدقيق لها مسرعا متوددا لصغارها يتودد وشرى غلامتها ولم يك ظالما بوثيقة تنجي إذا جاء الغد أمثال ذا خريج معهد أحمد أمثال ذا أمثال ذا خريج معهد أحمد طوبى لمن رباه ذاك المعهد
صلي يا ربي وسلم. صلي يا ربي وسلم على النبي خير البرية. صلي وسلم. صلي يا ربي وسلم. الله على النبي خير البرية. وجهه يا ناس نائر. الله سيدي مولى البشائر. وجهه يا ناس نائر. سيدي مولى البشائر. الله ذخرنا نور البصائر. اسمه الهادي محمد. صلي يا ربي وسلم. الله صلي وسلم. الله على النبي خير. يا ندى الهادي غزالة. تشتكي تبدي مقالة. الله يا إماما للرسالة. كن ضميني يا محمد. صلي يا ربي الله. صلي يا وسلم. الله على النبي. آه ربي لا تجعل عيدنا. الله تتمكن من أذانا. الله ربي لا تجعل عيدنا تتمكن من أذانا. الله اكسهم ثوبا هوانا. وأجرنا بمحمد. صلي يا ربي وسلم. الله صلي وسلم. الله على النبي خير البرية. يا ربي يسر وسهل. الله ربنا يسر وسهل. زورة المختار عجل. الله ربنا يسر وسهل. زورة المختار عجل. الله دمع من يهواه ينزل من غرام في محمد. صلي وسلم. الله صلي يا ربي وسلم. الله على النبي خير البرية. النبي صلوا عليه.
اللهم صل وسلم وزد وبارك علي وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وبهذه المدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ زياد عادل، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي عقد ضمن لقاءات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمسجد الفتح بالمعادي. نسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء كل من قام على هذا الأمر الذي جعل بيوت الله عز وجل منارات يهتدى بها، وجعل بيوت الله عز وجل عامرة بعماره سبحانه وتعالى. نتوجه بالشكر إلى قيادات وزارة الأوقاف بإدارة المعادي، ونتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين والأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى الشيخ عبد الرحمن رضا علي إمام المسجد، وإلى فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وإلى فضيلة المبتهل الشيخ زياد عادل. وهذه تحياتي محمد جمعة من إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.